السلام. سلام، ما سلام. سمعت هضري. وي، وانا اخويا هنايا مازال ما جا عندي حتى شي واحد، ما دار معايا حتى شي واحد، دار ما داروا الشكايات على بابا وداك الشيء، وانا مازال كنتسنى. عاودي لنا شنو وقع هند. هند عاودي لنا شنو وقع. عاودي لنا شنو وقع. انا كنت خرجيه من الطونطون ديالي. انا كنت جيت كيبان ليا واحد فورماتور كيكون تقريبا قريب للحي ديالنا، هو واحد طابق قال لي الشيء هذيك هي خدمتيمو. انا مشكله شفته باش قالها لي، فانا تميت جايه بحال ما هكايا وهما وراي شفتهم، ماشي زعما ما شفتهمش ولا شي حاجه. صافي تميت بحال ما هكا جايين ما وقفت في الشارع عرفت السيد، هما يوقفوا عليا قال لي اش عندك حديده؟ قلت له عندي والو. قال لي شحال حديده؟ شحال حديده؟ صافي بحال ما هكا كنت دقي ويجري عليا قال لي يلا معانا، ويقول لي بغيت انا نمشي معاكم. قال لي لا تتحاك بغيناها هي، يعني شغل نمشي معاك انا وانا ما عنديش شي حاجه. ويقول لي خليت لك تما وتعرف لي علاش. صافي مشيت تما يطلع بحال ما هكا ويقول لي اري لا كارت سيرما كبيرة هكا بوان تاني، ثم عندي لا لبنة لا روشيرشي ما عندي الطوابير ما حتى شي حاجه. ويقول لي دغي كان واقف معاك اش عطيتي؟ قلت لي اش عطيتو؟ وين الضابط اللي كان معاه؟ قال لي فين هو الدري؟ قال لي هرب. قلت لي لا ما هربش، هو دابا نعيطو ليه ويجي. قلت لي ما هرب من حتى شي حاجه، وافضل ما عطيتو حتى شي حاجه باش غادي يهرب بحال ما هكايا. صافي هادشي اللي كاين. هو يقول لي دار ليا ماش دقيقه ويقول لي انا غنوريك ما عطيتي والو. صافي مشيت بحال ما هكا عمر ليا ماش دقيقه وبغيت نسيني عليه، بقى كيضرب فيا بحال ما هكا ضرب لي بالطاقه في الجي، بقى كيصفق فيا كطلبي دابا هند. شنو كطلبي دابا؟ شنو كطلبي؟ كنطالب بالحق ديالي والبراءة ديالي. واش انا كندوز الحبس من شهر 9 وانا كنقرا في الصونطة، كنقرا في الصباح وفي العشية، جيت دابا الحبس كنضيع فيه ومتكان فيه سوء العذاب على والو، وما دايرة حتى شي حاجة، مظلومة ظلما وعدوانا. الظلم بزاف، تعرضت لواحد الظلم. انا غندير اضراب عن الطعام على الظلم اللي متعرضالي. كيفاش الاحوال ديالك تما دابا؟ كيفاش الاحوال ديالك؟ كيفاش الاحوال ديالك تما؟ انا في العذاب، الحبس راه كله عذاب. شنو هو باش كاين العذاب؟ العذاب مشكله الانسان ملي كتكون داير تقدر تبغي، ولكن الانسان ملي كتكون مظلوم راه عذاب كبير، كيدوز عندك نهار وشهر. مريضه عند الكلاوي.
ومريضة ومريضة عندها الكلاوي مريضة يلاه بس هذا بس الوقت ديال الكلاوي اللي عاد انت جايه من المدرسه شي سهرين هادي جايه من المدرسه شدوها البوليس اللي جا الدري قال انك تيعي شدوا وليدي قال لك ما عرفتش انا راه شدوني انا وياه راه طلقوني انا وخلاوها هي راه شدوها هي ملي مشينا نشوفوا حتى حد ما بغى يعطينا الاخبار داروا لنا وليدي يومين عمروا ليها صيفطوها ملي مشينا نقلبوها قال لك داري لا ما عطاتكش داري لا وليدي وعمرها لي شنو داكشي داري ليها كنطلب من الله والمسؤولين وتعحق بنتي تنطلب من الله يرحموني ويتعحق بنتي ما بغيت حتى شي حد يتعحق بنتي وانت راه شهرين ليا مليوحه في السجن وعباد الله كيدوزوا عليها في امتحانات وهي مقلفته مليوحه راه الظلم هذا والعدوان هذا راه الظلم هذا الشيء ظلم تعرضنا ليه ظلم تعرضنا ليه وتعرضت ليه بنتي تنطلب من الله والمالك الا شافنا يرحمني ويرحم ليا بنتي راني كتضيع بنتي في الحبس راه كتضيع ولا تنضيع راه تنموت. السلام عليكم ورحمه الله. انا الاخ السيده طالبه مقيم هند اللي محتقله دابا مده شهرين اللي كانت اعتقلت من طرف عناصر الشرطه القضائيه لامن منطقه مولاي رشيد رفقه هذاك المخبر اللي قال لهم هي فلانه وهذا المخبر راه تم القبض عليه في واحد السد قضائي في شارع 10 مارس قرب سوق شطيبه من طرف واحد العنصر مقدم الشرطه تابع للهيئه الحضاريه كان اعتقلو كان قال لي انا بوليسي هو ماشي بوليسي ورجعوا شي عناصر وردوه حالو على الشرطه القضائيه المقر ديالها ورحنا السيد ما عرفناش المسجل ديالو واش دخل السبيل ديالو واش تعتقل ما عرفنا حتى شي حاجه حيت السيد كان هو السبب ديال الاخت ديالي تزج بها في السجن وحنا دابا راه واحد المده ديال شهرين طلبنا التحقيقات مع الفرقه الوطنيه باقي ما سمعناش حتى شي مستجدات الاخت ديالي باقا معتقله ما تنطوش لها من داخل السجن ديالها باش يعرفوا كيفاش البحث ديالها السريه ديال البحث حتى شي حاجه ما شناها حنا باقيين تنتسناو دابا الاخت ديالي دابا راه معتقله شهرين ملي شدوها العناصر الشرطه القضائيه بامول رشيد ما كملاش يومين عمروا لها المحضر صيف هبطوها ودابا اللي بغينا حق ديالنا تنتسناو هذه المده وتنطلبوا جميع المسؤولين وتنطلبوا من هذا المنبر يدخل على الخط المكتب المركزي للابحاث القضائيه برئاسه السي حبوب الشرقاوي يدخل معنا على الخط ويدخل كذلك وزير الحقوق الانسان السي مصطفى الرميد حيت اختي تعرضت للضرب والتعسفات من داخل مقر الشرطه القضائيه لامن مولاي رشيد من خيار الزياره ديال اختي تكرفسوا عليها وتنطلبوا دابا جميع المسؤولين باش ياخذوا الاجراءات في السيده راه الامتحان تيدوز عليها جميع كلشي تيدوز عليها وبغينا الحق ديالها اللي باقي حد الان ضيع ما شفنا حتى شي مستجدات واش كاينه شي يد خفيه وراء هذا الشيء ما عرفنا شنو هذا الشيء والاخت ديالي راه باقا مشدوده ما شفناش حتى شي مستجدات وتنطلبوا دابا السيد رئيس الحكومه سعد الدين العثماني الله يجازيه بخير يدخل معنا على الخط وتنطلبوا كذلك السي عبد الوفي الفتيت وزير الداخليه يدخل معنا على الخط تنطلبوا كذلك السيد المدير العام للامن الوطني السي عبد اللطيف حموشي والسيد مدير الشرطه القضائيه سي محمد خيسي بافاده لجنه رفيعه المستوى لهذه المنطقه باش يحققوا في هذا الشيء اللي وقع الاخت ديالي باقي ما سمعناش حتى شي مستجدات وراه حنا تنغوتوا وتنطالبوا بالحقوق ديال الاخت ديالنا دابا قال باقا مهضومه ما عرفنا مناش واش كاينه شي جهات اخرى عليا باش ما يبانش التحقيق وتطالبوا التحقيق ديالنا وتطالبوا السيد وزير العدل سي محمد عبد القادر والسيد رئيس النيابه العامه الاستاذ مولاي حسن الداكي والسيد وكيل العام محكمه الجهه الدار البيضاء الاستاذ نجيب بن سامي يدخلوا على الحظ السيد الوالي جهه الضربية الكبرى والسيد رئيس الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه هشام بعلي الله يجازيهم بهم دخلوا على الخط وياخذوا لنا الحق ديال اختنا لحد الاخر بضيع وتنطلب مؤازره ديال الجمعيه الدوليه لحقوق الانسان باش ازرنا باش وقف معنا وتشوف هذا الشيء اللي وقع علينا باقي حنا ما سنا حتى شي مستجدات هذه شهرين باقي الاختين مشدوده هكاك حتى شي حاجه ما كاين هي ملي عمروا ليها يومين هبطوها ملي بغيت الحق ديالها تنتسناو حنا شهرين راه اللهم هذا منكر وتنطلبوا الملك محمد السادس يشوف هذا الشيء اللي وقع علينا الله يجازيه بخير والاسره العلويه الشريفه والامير مولاي حسن والاميره لاله خديجه والاسره الحاكمه يشوفوا هذا الشيء اللي وقع علينا الله يجازيهم بخير راه اختي مظلومه راه حنا تنظلموا وعاش الملك والله ينصر سيدنا محمد السادس الله ينصرو وياخذ لنا حقنا اللي باقي عند المهضوم الله يجازيكم بخير وعاش الملك وعاش الملك ويحيى الملك محمد السادس والله ينصر سيدنا بلاد الحق. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. حنا دابا عندنا شهر و21 يوم وحنا اختي معتقله ما بان لينا حتى شي حاجه ما عرفناش هاد الموضوع فين غادي فين وصل. درنا الشكايه الرباط درنا ما خلينا ما درنا والو باقي ما بان لينا حتى شي تشي نتيجه ما بانت واختي راه مريضه في السجن وشهر 21 ويا بركه تما ظلما ما كاين ما عندها حتى شي حاجه. حنا دابا تنطالبوا من المسؤولين وجميع اللي تيحقوا في هذا الموضوع يعطيونا شي نتيجه في هذا الموضوع هذا.
وتنطلب بحق اختي وتنطلب لها بإعادة التحقيق وتنطلب بكل شيء في الملف ديال اختي. الله ينصر سيدنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.